للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني الإيراني، طبع دار الفكر، طبع في سنة 1429 في دار الفكر في بيروت لبنان. في هذا الكتاب إخواني الأعزاء، بل في صفحة 125، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى، رقم الرواية 460. حدثنا فلان فلان عن عمه رفاع بن رافع أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنها لا تتم صلاة أحد حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى كعبي إلى الكعبين. عمرية لا يتم صلاة أحد حتى يصبغ الوضوء. وما هو إصباغ الوضوء؟ يغسل وجهه وأيديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. فإنكم طبعا، فهذا حديث، وهذا حديث صحيح بشرط البخاري ومسلم، وأنا أثبت لكم ذلك. هذه الرواية ليس رواية ضعيفة، بشرط البخاري ومسلم. وأحاديث الذي يكون بشرط البخاري وشرط مسلم أقوى حديث عند القوم، حتى أقوى وأجود حديث سندا هو الحديث الذي يكون بشرط البخاري ومسلم، وهو أقوى من الحديث الذي جاء به البخاري. لماذا؟ لأن البخاري كثيرا ما لم يلتزم بشرطه في صحيحه، فإن الحديث الذي يكون بشرطه أقوى من الحديث الذي هو جاء في جامعه. فهذا إخواني الأعزاء، إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى. كيف أمر الله تعالى؟ كيف أمر الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر آية الوضوء في سورة المائدة، يقول: يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. أي نعم، فإنه تقول هذا، بل رجليه عطف على ما قبل. هذا يقول به الإنسان الذي معاند ومكابر وهو ينكر الضروريات. إذا أنت تقول في هذه الرواية رجليه إلى الكعبين، هذا معطوف على وجهه أو إلى يديه، فهذا يضحك به، هذا خلاف اللغة العربية. هذا كل عربي يقرأ هذا الرواية يفهم ما أنا قلت، وجوب مسح الرجلين. هذا من رواه؟ هذا الرجل بلي. وممن روى ذلك أبو داود السجستاني الإيراني. والسجستان أين يقع؟ سجستان بلد في القطر في الأردن، لا في حضرموت. ها، سجستان في حضرموت. سنن أبي داود للحافظ أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني. سجستان هو معرب السيستان، معرب السيستان، والسيستان بلد يقع بل في إيران، وقسم منه يقع في أفغانستان. فهو رجل إيراني يروي عنكم. سنن أبي داود للحافظ أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني الإيراني، طبع دار الفكر، تحقيق صدقي جميل العطار، طبع في سنة 1426 في دار الفكر في بيروت لبنان. بل في هذا الرواية صفحة 176، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، رقم الرواية بلي هذا 858. يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. فإتمام الوضوء بل مشروط بمسح الرجلين. وهذا شرط قبول الصلاة، شرط صحة الصلاة. فقل لي يا أيها الجماعة العبرية،
هل يوجد أحد بينكم صلى ركعتين في عمره تم تبقى هذا الحديث الشريف؟ لا، لأنكم كلكم وضوءكم خلاف القرآن وخلاف السنة الصحيحة، تغسلون أرجلكم ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر. فهذا بل هو بعد ذلك كيفية الصلاة. فأما هذا واضح ما رواه، هذا سنن النسائي. سنن النسائي أخواني الأعزاء، النسائي في سننه، سنن النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، طبعه بدار أحياء التراث العربي في بيروت، بل لم يكتبه في أي سنة. في هذا الكتاب في صفحة 196 196 سنن النسائي، باب الرخصة في ترك الذكر في السجود، رقم الرواية 1135، يروي بل رفاعة بن رافع: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس ونحن حوله، إذا دخل رجل فأتى القبلة فصلى، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: وعليك، اذهب فصلي، فإنك لم تصلي لم تصلي. فذهب فصلى، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمق صلاته، يرمق يعني يطيل النظر إليه، يطيل النظر ولا يدري ما يعيب منها. فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وعليك، اذهب فصلي، فإنك لم تصلي. فعادها مرتين أو ثلاثة، فقال الرجل: يا رسول الله، ما عبت من صلاتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ويمسح برأسه